بعد مسار حافل من العمل والمبادرة والإنجاز، نختتم اليوم الشطر الأول من البرنامج التكويني في مجال الديمقراطية التشاركية التي كان لمؤسسة الفقيه التطواني شرف الإسهام فيه بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. فهي مناسبة سعيدة أريد من خلالها السيد الوزير سيد مصطفى بيتاس وزير العلاقات مع البرلمان عن اعتزازي وتقديري العميق للعناية التي أحاط بها مختلف مراحل إنجاز هذا المشروع وتتبعه للدائم ودعمه لبلوغ المقاصد النبيلة التي بني على أساسها. ويسعدني أن أغتنم هذه المناسبة لاستحضار القيمة المركزية التي تتبوأها الديمقراطية التشاركية في عمل الحكومة بدعم من رئيسها السيد عزيز أغنوش، والحرص الموصول في إطلاق البرامج والأوراش على الصعيد الجهوي بغاية تعزيز وتقوية ثقافة المشاركة المواطنة وتقاصد المعارف بخصوصها، وهو مسار طويل كما تعلمون يتطلب تعبئة وانخراطا جماعيا، كما أصبح انشغالا عميقا لوزارة العلاقات مع البرلمان، بل ورث البرامج الناجحة التي أطلقتها الوزارة موفرين لها كافة ضمانات النجاح. كان لمؤسسة الفقيه التطواني شرف وحظوة المساهمة في البرنامج الأول بشراكة مع الوزارة، فرصة مكنتنا جميعا من الإلمام الدقيق والمتعدد الجوانب والأبعاد بآليات الديمقراطية التشاركية محليا ووطنيا. ولم يكن ذلك ممكنا لولا الكفاءات العلمية والإدارية لوزارة العلاقات مع البرلمان التي واكبت بحماس وبروح وطنية مختلف مراحل المشروع ومكنت المشاركات والمشاركين من مادة علمية مكتملة الجوانب. لقد عكس لنا مسار التعاون مع وزارتكم سيد الكاتب العام ومختلف الكفاءات الحاضنة لها أننا كنا أمام مدرسة حقيقية بكل ما تحمله من مواصفات أكاديمية ومهنية وأخلاقية، إلمام دقيق بالمادة القانونية وشعور بالمسؤولية ونبل في التعامل، مما أضفى على مختلف مراحل التكوين جاذبية خاصة محببة لدى كافة المشاركات والمشاركين. وبما عزز من فرص النجاح كذلك وأضفى عليه طابعا جديا مشاركة 26 جمعية غطت جهة البرسلة الخنيطرة، شاركت في مختلف مراحل التكوين في انسجام وشعور عميق بالرهانات التي تنطوي عليها الممارسة المطلة لآلية الديمقراطية التشاركية. لقد تتبعنا باعتزاز كيف تطور هذا البرنامج من مبادرات في شكل عرائض محلية، كما وكبنا باعتزاز كذلك الأجواء التي قامت بعض الجمعيات بالترويج لها والدعاية لها اقتناعا بجدواها في تحسين الظروف الساكنة في الجماعات التي ينتمون إليها. ولا تفوتني المناسبة كذلك للإشادة بالباحثين الذين ساهموا باقتدار في إغناء هذا البرنامج بعروض قيمة عززت من قدراتنا في فهم واستيعاب العديد من المفاهيم والمناهج والمقاربات المتداخلة، كل ذلك في أجواء مليئة بالحماس. هذه المحاور ضمت 11 برنامجا، من بينها برنامج يخص تشجيع المشاركة المكثفة في جمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية، وبرنامج آخر يهدف النهوض بالمشاركة المواطنة عبر تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية. وتنزيلا لهذه الاستراتيجية فقد عمدنا إلى إطلاق عدد من الأنشطة بشراكة مع عشرات الجمعيات على المستوى الوطني، إيمانا منا أنها شريك استراتيجي لإعداد وتنفيذ السياسات العمومية، حيث وقعنا في الأشهر الماضية شراكات مع جمعيات المجتمع المدني في مجالي التواصل حول آليات الديمقراطية التشاركية للنهوض من مشاركة المواطنة وتمكين جمعيات من الملوج إلى مجال الرقمنة، كما أطلقنا طلبين للعروض
الأول من أجل إبداء الاهتمام بفائدة الجمعيات الراغبة في الإشراف على تنفيذ البرنامج الوطني لتقوية القدرات التنظيمية والمؤسساتية للجمعيات بجهة طنجة طوال حسيمة وجهة مراكش آسفي وجهة سوس ماسة، وأما الثاني فيتعلق بترشيحات الجمعيات للاستفادة من برنامج تكوين شامل للجهات السالفة الذكر. وفي ذات السياق وتعميما لنفس التوجه، أطلقت الوزارة برنامج تأهيل مواكبة جمعيات المجتمع المدني بعمالات وأقاليم جهة الرباط سنة قنيطرة، وأخص بالذكر الرباط وسلا وصخيرة مارة وقنيطرة وخميسات وسيدي سليمان وسيدي قاسم، بشراكة مع مؤسسة الفكر التطواني يسعى على وجه الخصوص إلى تكوين مكونين في مجال الديمقراطية التشاركية وإحداث قطب مكونين من مختلف الفاعلين الجمعويين على مستوى الجهة. سيتولون تكوين ونقل المعارف والكفايات المتحصل عليها من التكوين إلى جمعيات عمالات وأقاليم الجهة، مما سيساهم في تثمين مسار البناء الديمقراطي ببلادنا بصفة عامة والديمقراطية التشاركية بصفة خاصة، وإحداث دينامية جمعوية على مستوى الجهة عبر دعم الجمعيات وتعبئة مختلف المتدخلين من أجل تعزيز قدرات وخبرات جمعيات المجتمع المدني وتيسير مشاركتها في تدبير الشأن العام. وقد هم الشطر الأول من البرنامج تنظيم 5 مراحل استفاد منها 26 جمعية. خصصت المرحلة الأولى لتنظيم التكوين المتعلق بوحدة الديمقراطية التشاركية، أما المرحلة الثانية فتعلقت بعملية المواكبة، حيث قام خلالها مسؤول وأطر الوزارة بزيارات ميدانية لمقرات الجمعيات بمختلف عمالات وأقاليم الجهة. وقد توجت المرحلة الثالثة لهذا المسار بتنظيم ندوة حول المشاركة المواطنة بين وفرة الآليات وإشكالية ضعف الممارسة، شكلت مناسبة للبحث والتداول في أسباب وحيثيات التباين الحاصل بين النص الدستوري والتشريع المؤقت لمنظومة الديمقراطية التشاركية والممارسة الحالية، ولأجل تمكين المستفيدين من هذا البرنامج من مهارات تنشيط وتنفيذ ورشات تدريبية، فقد ختم البرنامج بدورتين تكوينيتين حول تقنيات التواصل وهندسة التكوين والأندروجيا. حضرات السيدات والسادة، وفي هذا الإطار واستمرارا في عمليات تنفيذ البرنامج وتعميم مكتسباته ونتائجه، فلئن كنا ننظم اليوم هذا اللقاء الختامي للشطر الأول من البرنامج لأجل تقديم الحصيلة وتقييم المرحلة الأولى، فإننا نأمل أن يكون في ذات الوقت إطلاقا للشطر الثاني المتعلق بتنزيل مكتسباتكم وتقاسم المعارف والكفايات التي اكتسبتموها إلى باقي الجمعيات المتواجدة في النطاق الترابي بمختلف العملات وأقاليم جهة الرباط سنة قنيطرة، بناء على مشاريع جاهزة تستجيب للشروط والمواصفات المطلوبة لغاية إحداث دينامية جمعوية على مستوى هذه الجهة، والتي تعتبر تجربة نموذجية نأمل تعميمها على باقي جهات المملكة. وإن بلادنا اليوم ترسخ مسارها الديمقراطي من خلال تعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية من أجل إنشاء دولة حديثة مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة. ومن ثم نأمل أن يشكل هذا البرنامج التكويني إحدى الوسائل التي يمكن من خلالها تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية والنهوض بالمشاركة المواطنة. وفي الختام أتقدم بالشكر لكل من ساهم في إعداد وتنفيذ هذا البرنامج التكويني، وأملنا استمرار هذه المبادرة ومثيلاتها في غرس القيم المدنية المبنية على التطوع والعطاء ونكران الذات وتقاسم التجارب والخبرات في إطار عمل جماعي غايته الفضلة المساهمة الفعلية في تحقيق تنمية وتقدم وازدهار بلدنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده. والسلام عليكم. ارجو ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.